خد سكت. يلا اتكل على الله. اهي اهي يلا خلاص شيلي امسك. ها خد يا عم شيلي شيلي اتكل على الله. يلا يلا يا ست الجنيه ده قديم يا عم. قديم قديم هو احنا بنديها ميه قديمه يعني؟ ايه ده في ايه؟ في ايه؟ مش حاجه. ايه ده؟ ايه يا عم؟ ماشي ماشي ماشي. ايه الشباب؟ ايه ده؟ في ايه؟ انا محتاج اقعد معاك انت والاخ ده شويه. ممكن ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ ما تخلص يا عم حفظ. انت هتقف ترغي ولا ايه يا عم؟ استنى بس. في حاجه يا باشا ولا لا؟ لا 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 مستنيكوا في القهوه يا جماعه. ماشي. انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ والميه فيها حاجه ولا ايه؟ ما طول عمرها فيها حاجه. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. ببيع ميه يا حفظي. في ايه؟ تعالى 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 نشوف. خلي بالك انا بره من العربيه. بسرعه. القهوه بيه. شكرا. الأستاذ حمزة بينقي رجالته بعناية شديدة جدا، بالذات لما عرف إن أنتوا بتقدموا خدمات جليلة لأهل الحارة. إحنا بنقدم خدمات للحارة يا حفظي؟ عمرنا ما عملنا كده. الله الله على التفاني والتضحية. هو أنتوا يا جماعة لما بتقدموا مية حلوة والناس تشرب مية حلوة مش دي خدمة؟ أيوه بس إحنا بناخد فلوس على كده. وإيه المانع يا سيدي؟ إمام الجامع بياخد فلوس. أنتوا يا جماعة مش عارفين قيمة العمل اللي بتعملوه. طب هو الاستاذ حمزه ده ولا مؤاخذه يعني بيشتغل ايه؟ استاذ حمزه عنده شركه مساكن سابقه التجهيز. يعني ايه مساكن سابقه التجهيز؟ يعني مساكن اتسكنت قبل ما تتبني. الله الله على الوعي. ايه ده؟ مش جاي؟ رايحين السنترال نكلم ابوك. لا روح انتوا سلمون عليه. يا واد ما تقوم. قامت قيامتك. اتكل على الله ياما دلوقتي. حاضر كتك القرف. يلا. يعني من الاخر كده الاستاذ حمزه عايزنا في ايه؟ الأستاذ حمزة نازل انتخابات مجلس الشعب في الدايرة عندكم وعايزكم توقفوا معاه. طبعا ده بمقابل مادي كبير. ويا سلام بقى لو نجح في مجلس الشعب هتبقى أمكم ده عيالكم. يا من ناحية الدعاء في شك. ده ماشي شغال ولا إيه يا بلال؟ أنا بصراحة مش فاهم حاجة خالص. لما تقابلوا حمزة بيها هتعرفوا كل حاجة. المهم الدعاية الانتخابية هتبتدي من بكرة. طب مين بقى اللي هيبيع المية في الحارة؟ يا جماعة يا جماعة المية دي أي حد يشتغلها. أي حد يشتغلها إزاي؟ ده أكل عيشني. حمزة بيه بعت لكم هدية تعارف. دي حاجة كده بسيطة يعني 1000 جنيه. على فكرة المية دي شغلة أي حد.